وهذا وللأسف فرط فيه بعض الموظفين أنهم يأتون ويدعون صلاة العصر، يأتون قبل صلاة العصر وينامون عن صلاة العصر، وهذه الصلاة خصيصة، معلوم أن الصلوات كلها لها فضل، لكن هذه ماذا قال عليه الصلاة والسلام عنها كما في صحيح مسلم وفي سنن النسائي؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم عن صلاة العصر: إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها، فمن حافظ منكم اليوم عليها فله الأجر مرتين.